شحال عمرك خدام كزار دابا خويا عزيز؟ السلام عليكم، الاسم ديالي المهدي. حنا دابا كنتواجدو في 17 المنطقة ديال 17 عين حروضة إقليم محمدية. أنا دابا شحال من عام وأنا في مهنة الجزارة، كون شي 8 سنوات تقريبا، شي 8 سنين. 8 سنين وأنت خدام كزار؟ آه. عمرك شتي الثمن ديال الحم طاح حتى شتي دابا؟ لا ما طيحش الحم، لا شطاح طيحة زعما. ما طاح والو الحم، الثمن كاين الثمن غالي الحم، ما كاينش طيحة. مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عين حرودة نواحي المحمدية. من بعد ما كثر القيل والقال على الحمد لله 50 درهم اللي قدروا نقولوا انه خرج، وقالوا انه طايح في السوق وان الثمن ديالو طايح. معنا كزار اللي قال لك انه اكثر من 14 عام ولا 20 عام في الحرفة، غيوضح لينا التفاصيل. اخي السلام عليكم. السلام عليكم. كما شفنا مؤخرا الحمد لله 1000 ريال، شنو هو هذا الحمد لله 1000 ريال وعلاش دار الحمد لله 1000 ريال؟ احنا في المغرب ما عندناش اللحم ب 1000 ريال، هذاك اللي كيديروا اللحم 1000 ريال كيستوردوه من اسبانيا. كاينين عاد كيجيبوا واحد الكونتيتي كبير ومعروفين، يقدر يجيب غلام كبيره، يقدر يجيب فهمتي، كيبيعوا بهذاك الثمن وغير داير الا غير واحد النسبه ديال 4 ايام ولا 5 ايام ويحيدوا له داك الثمن. اما اللحم ديال المغرب ديال البلاد، السلعه ديال البلاد تساوي الغلم 120 درهم الكيلو، واللحم ديال البقري ديال 80 درهم، وكاين البلايص اللي واصل فيهم حتى 100 درهم على حسب الجوده ديال العجل. واخا خويا العزيز، يعني حنا كما كنشوفوا يعني الخيرات ديال البلاد ديالنا الحمد لله، اللحم يعني البلدي كيف ما كنقولوا حنايا، شنو الفرق ما بين البلدي وبين الحمد لله 1000 ريال؟ الفرق باين، راه الحاجه ديال البلاد وطالعين الكسابه ولاد البلاد وعلى يديهم وسارحه، راه تعرف عندنا الحمد لله الطبيعه ديالنا، وخا كاين هذا النقص هذه الاعوام الاخيره، كاين واحد النقص المياه، كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الله يرحمنا والله يعطينا شي شبعه ديال الماء باش يكون عندنا الخير، حيت الا ما كانش الماء راه ضروري غيكون عندنا النقص في الاغلام وفي الابقار، ضروري غيكون هذا النقص هذا. واخا خويا العزيز، يعني مؤخرا شفنا يعني واحد انخفاض هذا المهول اللي عرفوا، يعني واش نقدروا نقولوا انه غيأثر عليكم انتم كجزاره ولا انتم بايعين به ولا بلا به؟ الحمد لله، واخا يدير انخفاض واخا يدير اللي داير، كله كيبقى الارزاق مختلفه، كله كيبقى رزقه فهمتي، راه الحيوانات مصافه والارزاق مختلفه، كل واحد والرزق ديالو. حنا ما كيأثر علينا حتى حاجة، حنا الحمد لله حنا غاديين المسار ديالنا، غادي عندنا كليان ديالنا كنبيعو ونشريو معاهم عادي، وكله هو دابا كاين اللي دابا كيدير شي حانوت جديد كيبغي يروج المحل كيطيح الثمن فهمتي، باش زعما يتعرف باش يجيب كليان كيف ما كنقولو، باش كيجذب الكليان وباش يتعرف المحل ديالو، والله يسهل على الجميع. وال 1000 ريال ولا 80 درهم راه الجودة، راه معروف الحمد لله 80 ومعروف الحمد لله 1000 ريال. واخا خويا العزيز سماك الله المهدي. خويا مهدي مرحبا، علاش انت كزار كنشوفوا الخير عندك، اللحم عندك، كل شيء كاين، علاش انت ما ديرش اللحم ب 1000 ريال وعلاش ما تجيبش اللحم ديال 1000 ريال؟ ما نقدرش نجيبو ب 1000 ريال، ما نقدرش ندير اللحم ب 1000 ريال، عندنا كليان كيتفيقوا فينا وكيجوا عندنا على حساب الجوده ومعروفه 17، واصلا حنايا الكزاره انت كاين عندنا واحد الاتفاق، ما نقدروش نطيحوا الدل على بعضياتنا ونبداو نديروا هاد الهيماج ديال البيع والشراء، نبيعوا ب 1000 ولا نبيعوا اللحم راه من بلاصتو دير 1560 ريال. غادي يجيو شي ناس غايقول لك حاجه ما حاجه، راه كتبيعوا الفواد وكتبيعوا هادي، الفواد كيدير 8 دراهم، غادي نحيد الفواد ب 8 دراهم شحال غيبقى اللحم؟ غيبقى 70 درهم، ونبيعوا ب 60 درهم رانا خاسر فيه، وفينا هو الكسور ديالو، فينا هو السير ديالو. الا جينا نهضروا بهذا الحساب هذا، بيع حاجه زوينه راه الثمن، راه كاين الثمن في السوق فهمتي، راه ما يمكنش انا نجيب اللحم ب 80 درهم من السوق ونبيعو ب 60 درهم، راه ما يمكنش، كي غندير لي؟ يعني واخا خويا مهدي، يعني ملي شفنا هاد الانخفاض هذا اللي شفنا هاد السيد هذا دار هاد السيد، واش نقدروا نقولوا غيأثر عليكم انتوما في واحد الحاجه، شنو هي؟ هي ان الكليان غيولي يجي غيقول لك شحال هاد اللحم؟ غتقولي 80 درهم، يقول لك ورا الاخر دير ليها 1000 ريال. هو حر. الكليان ما كنبزوش على شي كليان باش يتقضى عندنا صحه ولا باش، الكليان كيبزز عليه السلعه. كتبزز عليه الجوده اللي كتخليه ياخذ عندنا فهمتي، الجوده اللي كتخليه ما يسولنا ما والو، عندنا كليان قدام كيجيو كيقصدونا كيتقدوا عندنا ما كيسولوناش حتى على الثمن، كيجي كيقول لك عبر لي القد والقد، كيخلصك يقول لك الله يعاون الله يعاون صافي، ما يبقاش يسول فيك واش الحم ب 1000 ريال. كاينين شي ناس اللي كيكونوا جداد كيقول لك حكا ما حكا، راه واحد خاينا في كازا ولا في شي بلاصه داير 60 درهم، كنقولوا ليه هذيك على حسب الجوده ديال الحاجه، راه باينه راه اللحم راه ماشي يعني بحال الدجاج الرومي والكرواز. اه راه ماشي بحال بحال. واخا خويا مهدي، واش نقدروا نقولوا يعني في نظرك شنو اللي خلى ان اللحم يطلع الطلعه كامله؟
انا قلت لك راه كاين واحد شويه الاحتفاظ هاد الايامات من المياه. هاد الاعوام الاخيره كان واحد النقص في الشتاء وكان واحد النقص في الربيع، راه انت عارف راه ما كانش اللي ما كانش الكساب فين يسرح وما كاينش واحد الربيع، وداكشي كيتجه للعلف، ومن كيتجه للعلف كتولي الكسيبه غاليه، كيولي ضروري غيشري العلف باش يعلف باش ولكن علاش هاد الحوري الصبليوني او الاسباني جاي رخيص؟ جاي رخيص راه تعرف راه المنطقه دابا اسبانيا راه كاين الحمد لله عندهم الشتاء عندهم الخير عندهم السرح في المثال، يقدر عندهم النقص في العلف. البنة ديال تما راه ماشي بحال ديال هنا، راه كاين اقبال على ديال البلاد، راه ما كاينش اقبال على ديال برا، راه جابوه الناس وما خدمش لهم داك الشيء وحيدوه كاع. ديما بنادم كيبغي يقول لك حنا باغيين السلعه ديال البلاد. واخا خويا مهدي نقدروا نقولوا ان من هنا العيد الكبير الا بقاو الناس كياخذوا هذا العيد الا كثر الحول هذا الاسباني رخيص، واش نقدروا نقولوا ان الناس كلهم غيتكبوا عليه، الناس كلهم غيوليو باغيين الحول الاسبليوني، حتى الناس دوك يقلبوا على الرخا الهاوشه كيف ما كنقولوا حنا. لا كاينين المغاربه الحمد لله اللي ما كيصوروش على الرخا، كيصوروا على الجوده، وكاينين الناس اللي كيمشيو الله يحسن العون كيمشي على حساب الرخا وعلى حساب هذه، وين في الاخر ملي كيدي الدار والله ما كيستافد منها. نهضروا الصراحه، كيقدر يطيب ويقدر ما ياكلوش، يقدروا الوليدات ما يعجبهمش داك الشيء، حتى ملي كتكون مولف الجوده وكتقدر شي حاجه ناقصه ضروري ما غتبغيهاش، راه انت خاطرك ما غتبغيهاش. بيني وبينك يا مهدي انت جزار حريفي شنو هو اللي خايف الحول الاسبانيون؟ نهضر على حساب البنا، كاينين شي كليان كيقول لك راه متشحن بزاف وما فيش داك البنا اللي كاينه في الحولي ديال البلاد. دقتي انت الاسبانيون ولا باقي؟ علاش ما دقتيش؟ واش ما بغيتيش ولا باقي ما تاعش لك الفرصه؟ لا لا ما بغيتوش وصافي. الثمن ديال اللحم شحال واصل دابا؟ اللحم دابا اللحم الجوده واللي معروف المليح راه كاين اللحم ب 90 درهم وكاين 80 درهم، وكاين اللحم حتى ديال الغلمي داير 120 درهم. دابا هذا بكري ولا غلمي؟ هذاك بكري. هذا شحال الثمن ديالو؟ اللحم ديالو 80 درهم. 80 درهم. والغلمي داير 120 درهم. الفرق بين لا بلاتي ندوزو حاجة بحاجة بو مهدي، الفرق بين هذا ودير الف ريال شناهو؟ زيد السميد ريال. زيد السميد ريال. اشرح لي الناس علاش هذا السميد والفرق بين السميد شناهو؟ حيت هذا ديال البلاد، حيت هما منين جابوا لهم هذاك ديال كانوا جابوا ديال البرازيل ما قابلوهش المغاربة، فهمتي؟ يقدر هذاك البرازيلي اللي ما قابلوش المغاربه اللي كيقولوا ليه المغاربه الجاموس، واخا ماشي هو الجاموس غير بقر خليقه بحال كواك، ما بغاوش المغاربه ما دخلش المخاطر ديالهم ما عجبهمش هذاك الشيء، طاح الثمن ديالو. هادشي علاش هذا الثمن ديالو با مهدي شحال واصل قلت لي؟ 80 درهم. 80 درهم كيوصل فيهم حتى ل 100 درهم. وبالنسبه للغلمي هذا الغلمي ديال البلاد، هذاك الغلمي ديال البلاد 120 درهم الكيلو. هذا 120 درهم. 120 درهم يعني ثمن مناسب. ثمن مناسب. واخا خويا الناس اللي بغاو يجيو عندك المحل فين عندك اخويا مهدي؟ المحل 17 عين حروده قدام لابريكاد، واللي بغى يجي راه كيعرفون الناس مرحبا بهم. واخا خويا وين كنشوفوا مؤخرا اخويا مهدي شي ناس، اسمح لنا طولنا عليك، وين كنشوفوا يعني شي بعض اشباه الجزيره كيغشوا في الميزان وكيبيعوا الناس بالثمن رخيص، واش هادشي كيأثر عليكم انتوما كحريفيه؟ لا ما كيأثر علينا والو الحمد لله، ما كيدوم غير المعقول، واللي كيغش راه كيغش غير كيغش على راسو ما كيغش حتى واحد. لا درتي شي حاجه زوينه راه غير بالمصلحه ديال راسك، درتي شي حاجه خايبه راك ترجع لك انت والوليدات ديالك. كما كنشوفوا يعني حنايا على ابواب رمضان اخويا مهدي، واش كاين واحد الاقبال الناس كيتقداو ولا بحالو بحال جميع الايام الاخرى؟ الحمد لله كيكون واحد الاقبال في الكفته، كيكون اقبال على اللحم على الدجاج، الله يدخل علينا الشهر الكريم بالصحه والسلامه. بلاتي يعني انت مهدي راه ما عندكش قول لي اللحم كاينه الكفته كاين السوسيس كاينه الكبده حتى هي؟ كلشي كاين الحمد لله. الكبده شحال واصل ثمنها اخويا العزيز؟ الكبده دابا المليح كاين 150 درهم، والسوسيس المزيان 100 درهم. يعني السوسيس يعني ولكن حاجه مزيانه نقيه 100 درهم حتى 110، يعني 100 درهم من الثمن ما ننصحش الانسان ياخذه. ها من 100 درهم ياخذ. كاين شي ناس يبيعوا يعني السوسيس كيدير لي 70 درهم 80 درهم. 70 درهم ديال لادان ما يمكنش يكون ديال البكري. باش كتعرف السوسيس ديال البكري اخويا مهدي نصح لي الناس؟ باين السوسيس ديال البكري وباين ديال لادان، ديال البكري كيكون حاجه مزيانه والجوده راه باينه من البنه بلا من لا بالنسبه للناس من الشوفه، حيت الشوفه ما كيتخالطوا وما كيتشابوا. باين السوسيس ديال لادان كيديروا في الخيط ديالو، كيكون الخيط ديالو رقيق شويه، كيكون ديال كتوبيه ديال السوسيس ديال يعني بيبي باين ديال لادان. ونقدروا يعني ذاك ديال الفريال نقدروا شنو نصوبوا به السوسيس ولا صعيب؟ علاش لا؟ لا دابا كتجيب العجل ديالك كنصاوب، حنا دابا كنجيبوا العجل ديالنا كنصاوبوا منه. يعني السوسيس كتصاوبوا نتايا ماشي كتشري منه ولا؟ لا كنصاوبوا منه، كيقول لك الكليان صاب لي مثلا 2 كيلو ديال السوسيس، الكليان اللي كيعرفونا راه ماشي ساهل باش تبيع السوسيس، السوسيس راه ما كانش كليان كيثيق فيك راه ما غاتبيعوش. ياك فهمتي راه خي بغيت الثقه راه ماشي نوضو وبيعي. وقول لي نمر التليفون الناس اللي بغاو يعيطوا لك اخويا مهدي يجيب لهم الحيمات نقيين. 17 معروفه اللي بغى يجي مرحبا به بلا نمره بلا والو. يعني بلا نمره بلا والو
جيو عند خونا مهدي هو كاينه مع عين حروده وفاص مع البريغاد. شكرا بزاف تبارك الله عليك. الى هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شفت فيها كما كتشوفوا هذه الخيره ديال البلاد. شكرا وعلى الله.